على شرطة هذا أكثر ها؟ العصيان عند العصيان الشارع الرئيسي عصيان مدني ولاية الجزيرة ود مدني أيوة شباب زي الورد هاي مدنية 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 عصيان 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 مدنية 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 هاي الناس مدني ولاية الجزيرة مش كان قفلتوا النت كان عملتوا أي حاجة لأن ما عم نقيف العصيان المدني بولاية الجزيرة مدنية 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 مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حقول تاني كل عام وانتم بخير ولا حقول العبارة دي لأنه نحن مارين بكثير من الحزن في السودان ونترحم على أخواننا الشهداء الذين فقدوا أرواحهم أمام القيادة العسكرية من الغدر الذي تم من المجلس العسكري وقوات الشرطة والدعم السريع وكان الجيش بتفرج يا خسارة على الكلام ده. وبنتأسف لقناة الجزيرة القطرية الإخبارية لأنه لو كانت قاعدة كان بتكون هي شهود عيال لكن نحن مواصلين معها ونحن مدينا قرار كشعب سوداني إنه قناة الجزيرة تتقفل في السودان لانه حتكون شاهد عيال لكن ان شاء الله نحن كل الاخبار بنرفعها. والان السودان في حاله عصيان مدني كامل وهنالك انتهاكات للشعب السوداني ولا حقوق الشعب السوداني بالضرب والاغتصاب والقتل. حاليا نحن في ولايه الجزيره يتم فك البنبان داخل بيوت المواطنين ومداهمتهم وبتلبوا لهم جوا البيوت وبيضربوا عندنا جرحى وعندنا ناس في حاله صعبه جدا والمستشفيات والتعدى على الأطباء والكلام ده كله حاصل. وحاليا نحن حاليا بنعلن حالة عصيان في ولاية الجزيرة. أخوكم علي الطاهر من أبناء ولاية الجزيرة وإن شاء الله سوداننا بنبنيه وما دارين مجلس عسكري دارين حكومة مدنية ودارين نحاسب المجلس العسكري بأسرع ما يمكن مما بدر منه ونحاسبهم كلهم على الكلام ده وما حنخليه يزور. شايفين ده, ده 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 نوع من أنواع الضرب. الليلة يوم 5/6 ليلة يوم 5/6/2019 هسي حاليا الساعة الرابعة أو الثالثة والنصف مساء. شايف ده الضرب حاليا ده الضرب ده أسر التعذيب وزول ما عنده هسي حاليا حنسمع منه القصة كلها الحاصل. شو الراس وزاد الراس شوف الراس حلق الراس شوف دي الحلاقة بتاعت الراس كويس كده. عرف لي نفسك. لزم احمد ادم سعد الله السكن الزمالك. الحصل كالاتي كنت طالع من الدكان ولقيت الجماعه كلهم قاعدين فطلعوني من الدكان ومعنا كم نفر قالوا يجوا ينظفوا قاموا أو قبل ما ننظف رفعونا تاتشيرات في ناس جروا سكون وانا من الناس اللي كنت راكب تاتشير. كنت في لحظه كنت منضرب في نفس الوقت ده الناس الجرو في ناس دخلوا في اول البيوت طبعا ايوه فقام في تاتشر ورانا طوالي قام خش عليهم في البيت كسر الباب خش عليهم في البيت فحصل الاتي ما لاحظوا رفعوني ولا فانا بقيت بس في الازمه دي قاعد تحت بنضرب يعني نزلوني ثاني الزلط قال لي تقوم ترفع طوب في واحد من الجياش اللي قاعدين معاهم ديل قال لي تعال ده كان جبال بينبس فينا وبتاع ساقوا رفعوني التاتشر الثاني فبرضه ضرب وحلاقه الا حلاني منهم واحد طبعا كسرين النظارة إلا حلاني واحد تاني قال لي يا جماعة ضرب ممنوع ما ضربوا الناس رايحين بعد شنو ما في فايدة حلقوا لي واحد قال لي أجري ده كل الحصان فده نوع من أنواع الإرهاب وديل بنعتبر إنه نحن هم ديل جنجويت وحاليا ده اضطهاد حاصل في دولة السودان والله يسرنا من الناس ديل وبنتمنى من باقي الدول عدم التعامل معهم. حاليا بنقول دارين المدنية لأنه الاضطهاد ده حاصل وحيحصل أكثر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نترحم على شهداء الثورة ونسأل الله العافية والشفاء للجرحى. ما زالت القوات الأمنية النظامية تمارس في صلفها وجشعها وقطعها للناس. أنا والد أحمد آدم سعد الله
رسلته ممكن لحاجة من البقالة في الطريق أخذوه وجلد جلد يعني جلد فيه تشفي شديد جدا. ويمكن يعني أنا لحظتها لو كنت حاضر ما كنت بقي فيه يعني كان ممكن أخش فيهم بالعربية. عموما نحن نعتبر ده جزء من تضحيات أبنائنا للثورة ونسأل الله أن يحقق النصر للثورة وأن يبعد هؤلاء الوحشيين